طيب البعض بيقول من تحليلات مختلفة سمعناها يعني بيتقال ان طلائع الجيش هيحرص حرص شديد على تطويل المباراة يعني ولغاية لما نصل لركلات الترجيح ان دي بالنسبة له الافضل يعني بشكل كبير جدا، فبتشوف برضو حضرتك ده ازاي؟ وانا ما اعتقدش الموضوع هيوصل لركلات ترجيح خالص، ده يعني ده وجهة نظري يعني متواضعة جدا. ده وجهة نظرك سليمة في مليون في المية، لانه هو مش بايده انه يطول المباراة. هو اللي هيعملوا ايه؟ هيأمن الدفاع كويس قوي ويحاول ان هو يعمل كرات طويله، اذا كان ميدو جابر هيلعب يبقى محطه، راس حربه الافريقي ده ممكن يكون بيجري او لاخره، انما ما هياش بايده، لان انت برضو الى حد كبير النادي الاهلي قوامه الاساسي موجود، خط الظهر مع حراسه المرمى ووسط الملعب مع المهاجمين نفس الانسجام ونفس الاداء، حته الرغبه ان انا اخد البطوله ديت علشان اصالح جمهوري زي ما انا قلت قبل كده، مفيش شك ان هتبقى الجماعيه، ومش هيدي فرصه لطلائع الجيش انه يوصل المباراه ان توصل للنهايه ويبقى في ضربات جزاء او وقت اضافي. وحتى لو يعني لو وصلنا لوقت اضافي ده برضه لصالح النادي الاهلي، ده احنا ملوك ال 90 بلس. لا مش كده وبس، لان هو كمان بدنيا هو راجع من اجازه فلسه ما وصلش انه يعمل فتره اعداد جيده، وبالتالي انا مش قادر اعمل فتره اعداد جيده، فتبقى اللياقه البدنيه بتاعتي هتبقى مش في صالح ان انا اوصل المباراه اكيد لوقت اضافي، لان النادي الاهلي هيبقى اجهز. الى جانب برضو احنا شفنا كلنا لما موسيماني ادى 6 ايام قبل ماتش الترجي، شفت احنا عملنا فرقت معانا كتير، فرقت معانا دي، شفنا ملموسه في الملعب، الترجي هناك عملنا معاهم ايه والترجي هنا عملنا معاهم ايه، صحيح. فطبعا دي كلها امور ما هياش بصالح الطلائع، لان الفتنس بتاعه مش هيخليه يلعب 120 دقيقه، صحيح، بعكس النادي الاهلي.